إذا أرحب بالسيد إبراهيم المعايعة مدير صحة العقبة، أهلا وسهلا بك معنا. إذا سيد إبراهيم، ما هي المناطق التي ستشملها العينات العشوائية في العقبة؟ مساء الخير أولا، ويعطيكم العافية وشكرا لقناة المملكة. طبعا هي مبادرة كثير طيبة وممتازة، وتعتبر دراسة واطمئنان عن جميع أهالينا في الأردن. ومثل ما تعرفوا انه هاي تكلفه المسحه او العينه غاليه جدا، لكن جلاله سيدنا دائما مبادر، وعندما يقول انسان اغلى ما نملك. نحن في محافظه العقبه نتعرض لاكثر منطقه شريان للاردن، سواء كان برا او بحرا او جوا، وايضا في مناطق متناثره مثل مخيمات سياحيه ووادي عربه، مناطق بعيدة لكن هي خالية من أي أمراض. إن شاء الله يعني إحنا اليوم بلشنا بأخذ العينات، بلشنا بالكوادر الصحية وأيضا في المحافظة، وكان أول مبادر لأخذ هذه العينة على طرف المحافظ الدكتور غسان الكايد، وأنا أيضا مدير صحة العقبة تم أخذ عينة مني ومن الأجهزة الأمنية والكوادر الصحية. وسوف إن شاء الله كمان غدا وبعد غدا نقوم بمتابعة الإجراءات في محطة الركاب من الحاويات، وأيضا الأجهزة الأمنية وفي المطارات وفي المخيمات السياحية مثل الرم والديسة وأيضا المناطق. وأيضا سوف نأخذ أيضا عينات من أشخاص لم يخالطوا أشخاص مصابين أو اشتباه بهم، ولذلك من أجل التحقق من هذه العينات ومن تحقق، هي عبارة عن مسح ميداني وعينات عشوائية للتأكد من هذا الهدف. أيضا يعني إن شاء الله سوف تكون يعني العقبة دائما خالية من أي إصابات، ولغاية الآن لم تسجل أي حالة. نعم، سيد إبراهيم، يعني إلى أي مدى ستأخذ هذه العينات من وقت حتى تظهر نتائجها؟ إن شاء الله يعني في عينات اليوم سوف نرسلها، لأنه ما كان عندنا عدد كافي، لأنه البارح تبلغنا. بكرة سوف تظهر العينات اللي اليوم أخذناها، وبعد غد إن شاء الله نكمل 100 عينة أو أكثر حسب الفرق في الميدان. كما أشكر مدير مستشفى الأمير هاشم العسكري الدكتور ماجد السريرة، لأنه الفريق في تشاركية بيننا وبين مستشفى الأمير هاشم العسكري، فريقنا مع فريقه يقوم بالجولات الميدانية. نعم، هذه الفرق سيد إبراهيم لو توضح لنا كم يبلغ عدد فرق التقصي؟ هي تقريبا هي يعني الذين ياخذون العينات تقريبا ست فرق موزعين على اكثر من مكان، يعني 3 سيارات ان شاء الله، اليوم سياره واحده، لكن بكره ان شاء الله كان سوف يكون 3 فرق، طبعا كل جهه في مجموعه معينه رايحه تعمل. لكن احنا الفريق الذي يعمل في الميدان ايضا لهذا الغرض يتجاوز 35 موظف على المعابر والحدود والمطارات. شكرا جزيلا لك مدير صحه العقبه السيد ابراهيم المعايعه.